اهلا بحضراتكم من جديد. نقطة من النقط الإيجابية لنا وقفت عندها وكانت مهمة جدا إن احنا نتكلم عنها ونبروزها. ودور مجلس إدارة النادي الأهلي وحرصه على يعني إن يكون الأمر ده متواجد مش مع الإسماعيلي بس مع كل الأندية. النهاردة كان عندنا فريق 2007 في بطولة الجمهورية بيلعب مباراة مع نادي الإسماعيلي في الإسماعيلية. كان في استقبال وحفاوة كبيرة جدا واستقبال أكثر من رائع من كل المسؤولين داخل نادي الإسماعيلي وعلى رأسهم طبعا رئيس قطاع الناشئين الكابتن محمود جابر النجم الكبير وكل المسؤولين في الإسماعيلي. كانت خطوة مهمة جدا. النادي الأهلي توجه بالشكر لنادي الإسماعيلي وأرسل خطاب لنادي الإسماعيلي بيشكره على حفاوة الاستقبال. معانا الخطاب يا ريت نشوفه دلوقتي على الهوا. ودي خطوة من الخطوات المهمة اللي بتنبذ التعصب علشان علاقة الأهلي والإسماعيلي، علاقة الأهلي بكل الأندية. نادي الأهلي أرسل خطاب زي ما احنا شايفينه قدام حضراتكم يوم 16/12/2023 منذ أيام قليلة أو من 3 أيام. السيد المهندس نصر أبو الحسن رئيس مجلس إدارة النادي الإسماعيلي: يسعدني أن أهدي سيادتكم تحيات السادة أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي وتحياتي وبعد. نتوجه لسيادتكم بخالص الشكر والتقدير للحفاوة البالغة خلال استقبالكم فريق مواليد 2007 لكرة القدم بالنادي الأهلي يوم الخميس الموافق 14/12/2023 بالشكل الذي يتناسب مع المثل العليا والقيم الرياضية الأصيلة وبما ينعكس على تأكيد الروح الرياضية بين أنديتنا العريقة، خاصة لما لمسناه من حسن استقبال من ناديكم الموقر. وإذ نرحب باستضافتكم في أي لقاءات رياضية تكون على أرض النادي الأهلي مستقبلا مع تمنياتنا لكم بالتوفيق. تفضلوا بقبول وافر فائق الاحترام والتقدير مجلس إدارة النادي الأهلي كابتن محمود الخطيب. ده من الأمور الإيجابية، الأمور المهم إن احنا نقف عندها ولازم نبروزها، لازم نوضحها، لازم نسلط الضوء عليها علشان التعصب. علاقة الأهلي والإسماعيلي العظيمة، العلاقة الممتدة اللي حاول البعض إنه يلعب عليها ويخلي دايما العلاقة متوترة، لكن المسؤولين دايما كبار، المسؤولين أصحاب مسؤولية سواء في الأهلي والإسماعيلي دايما حريصين إن يكون العلاقة الجيدة موجودة بالشكل الحلو. الإسماعيلي أيضا رد على خطاب النادي الأهلي. قال إيه النادي الإسماعيلي؟ النادي الإسماعيلي قال عبر موقع تويتر الرسمي للنادي الإسماعيلي: تصفو الضيافة وتزداد عذوبة بالكرم وخير أخلاق الرجولة. الإسماعيلي حريص على استضافة الأهلي دوما بالإسماعيلية بالشكل الذي يليق بقيمة الناديين. دي القيم اللي عايزينها تكون في الرياضة ونسعى للتأثير الإيجابي. نروح أكتر للصورة لواحد من اللي أنا بحترمهم جدا، واحد من نجوم نادي الإسماعيلي الكبار، رئيس قطاع الناشئين الكابتن محمود جابر. تحياتي ليك يا كابتن محمود ومنور قناه الاهلي. اهلا بك كابتن اسامه، ربنا يخليك. الله يخليك، شاكرين على ذوق حضرتك. مبادره طيبه جدا وعلاقه طيبه الاهلي والاسماعيلي. طبعا شفنا استقبال اكثر من رائع من المسؤولين في الاسماعيليه في استقبال فريق 2007، رد النادي الاهلي والخطاب وايضا رد النادي الاسماعيلي، ودايما العلاقات المحترمه هي اللي بتجمع بين الاهلي والاسماعيلي. كابتن اسامه، طبعا انا سمعت بدايه الحديث بحضرتك، وهو ده الهدف الرئيسي من لعبه الكوره، يعني العلاقات الطيبه بين الناس، خصوصا في العلاقات الطيبه بين الانديه، خصوصا الولاد الصغيرين لازم يطلعوا عارفين كويس قوي ازاي نتعامل مع المنافس على ارضي او خارج ارضي، خصوصا كمان الانديه الشعبيه، الانديه الجماهيريه، أهلي، زمالك، إسماعيلي، مصري، اتحاد، الأندية دي اللي هي بتدي طعم جميل للدوري المصري. يمكن الفترة الأخيرة من مدة طويلة الناشئين النادي الأهلي ونادي الزمالك ما دخلوش لعبوا في النادي الإسماعيلي، يجوا يلعبوا في الإسماعيلية ملاعب خارج النادي الإسماعيلي، ولكن بعد ما عملنا ملعب الحمد لله رب العالمين، ملعب على مستوى كويس وكده، مباريات بعض الفرق الفئات السنيه اربع مراحل بيلعبوا في الملعب ده. كويس. استقبلنا الاهلي، ده الطبيعي، يعني
طبيعي ان احنا نقابل نادي الاهلي نادي الزمالك او نستقبل نادي الاهلي نادي الزمالك وباقي الانديه، يعني مش الانديه الشعبيه بس، حتى باقي الانديه طبيعي. هو ده النادي الاسماعيلي، النادي الاسماعيلي كبير وان شاء الله سيظل كبير باذن الله، فاستقبالنا ده طبيعي جدا جدا يليق باسم النادي الاسماعيلي وباسم النادي الاهلي، وان شاء الله الزمالك لما يجي هيلاقي استقبال زي، والاتحاد لما يجي، المصري، كل الانديه، حتى الانديه المؤسسات والهيئات برضه ان شاء الله احنا عاملين اسلوب للاستقبال الانديه دي. انما يمكن ماتش الاهلي عشان كان اول، كان الاهلي كان بقاله فتره كابتن محمود اول فريق جماهيري يجي يلعب عندنا وكده، فكان يعني تخيل مثلا لما بقى الكابتن علي ابو جريشه وكابتن احمد سليمان رموز النادي الناس الكبار دول متواجدين في المباراه وتصوروا مع الفرقتين كويس. كابتن علي قال كلمه للاعيب الفريقين قبل المباراه ممتاز. انا بعد المباراه مباشره على الرغم ان احنا الماتش خلص تعادل 1-1 والاهلي فاز بضربات الجزاء، نزلت خليت اللعيبه يسلموا على لعيبه الاهلي ويبارك لهم، في نفس الوقت لقيت اثنين من لعيبه الاهلي بيطيبوا خاطر اللعيب اللي اضاع ضربه الجزاء في النهايه ممتاز، الولد كان بيبكي، فكان يوم جميل وان شاء الله الايام الجميله دي تتكرر في الكره المصريه ان شاء الله باذن الله. مهم نبني على الخطوه دي واللقطه الحلوه دي يا كابتن محمود علشان الفتره الجايه، ونقول يعني نبذ التعصب بيبدا من المسؤولين كمان، من اللاعبين، من اصحاب المسؤوليه، وده اللي احنا عايزينه. حتى نسيب الجماهير، الجماهير ده طبيعي ان يكون في كل جمهور بيحب ناديه، ودي عارف اللي بيحصل بين الجماهير دي بنقول عليها الملح والفلفل بتاع الكوره، يعني حاجه بتدي مذاق للمنافسه، ما في تنافس بين الجماهير، ولكن برضو عايزين حتى التنافس اللي تم بيننا وبين الاهلي في ملعبنا كان في جماهير، مش جماهير، كان في اولياء امور حاضرين، اليوم عدى بشكل كويس، حتى لو في جماهير كمان، انا اعتقد حتى لو في جماهير كمان فدي بدايه كويسه ان شاء الله زي ما تقول نبذ التعصب يا كابتن اسامه وكده. ولكن يمكن برضو حاجه مهمه اقول لحضرتك عليها برضو، احنا بس ما استقبلناش كمان لفريق الاهلي، لا احنا كمان استقبلنا اولياء امور اللاعبين النادي كويس الاهلي كويس. كان تم الاتصال وعرفنا مين جاي وكده، كم واحد ممتاز، خصصنا لهم مكان محترم جدا قعدوا فيه مع بعض، وجنبهم كان بعض اولياء امور لعيبه النادي الاسماعيلي، وما حصلش اي مشاكل خالص بينهم، فدي اتمنى ان شاء الله انها تكون بدايه طيبه برضه ان شاء الله لباقي المباريات ان شاء الله، توصل حتى لغايه ان شاء الله الفريق الاول باذن الله ان شاء الله، وتواجد الاهلي او الزمالك هنا، في الزمالك في ليجا هنا، انما تواجد برضه الاهلي في الاسماعيليه هيبقى يعني حاجه كويسه ان شاء الله. ان شاء الله تكون دي خطوه يعني لصفحه جديده يا كابتن محمود، نتمنى التوفيق طبعا لقطاع النشيف الاسماعيلي تحت قيادتك، نتمنى التوفيق للفريق الاول بالاسماعيلي، ويعني يعود لمجد للعصر الذهبي ليه، دايما الانديه الشعبيه مهمه، وخاصه كمان نادي الاسماعيلي من الانديه الكبيره والانديه العريقه في الكره المصريه. شكرا يا كابتن اسامه، متشكرين، وانا بشكرك شكرا جزيلا، واحد من النجوم الكبار الكابتن محمود جابر رئيس قطاع الناشئين بنادي الاسماعيلي. نروح بقى لاخبار قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، وهنبتدي اخبارنا النهارده باهلي 2003 يفوز على سموحه بركلات الترجيح